سلام يا باشا، عليا النعمه. انا حاسس اني رجعت مصر. فول وطعميه يا جدعان، مصر مصر يعني. وهي مصر بالنسبه لك فول وطعميه؟ ما تقول له حاجه يا باشا. الواد ده اصله دايما ينظر للامور من بره. يا ابني مصر مش عباره عن فول وطعميه بس، انت نسيت الكشري. يا سلام يا كبير، يا سلام والله، انت جريت ريق الواحد يا كبير. انت عارف يا كبير، احنا عندنا عناصر حريقنا واد بتاع كشري، ربنا يديله ما يحرمه. عارفه الراجل هو بيغسل اطباق في المايه الوسخه اللي في الجردل الوسخ، عارفه ده عظيم عظيم. ايوه بس الله ده جردل الدقه. وبعدين بس انت عارف الواد ده، الواد ده بسم الله ما شاء الله عليه، عليه نفس، ربنا يديله ما يحرمه. ده عليه امم يا باشا، امم. اه انا عارف عارف عارف. اهلين مجد. طمني شو صار معك. ممتاز. طيب اعطيني جعفر احكي معه. كيفك جعفر؟ شو صار معك؟ اول طيارة على مصر الساعة 5. حلو يا ممتاز، معناها بتحجز المقاعد اللي حكيت لك عليهم. في ناس على هالطيارة كتير مهمين بالنسبة لي. طيب جهز لي امورك منيح. الشباب رح يكونوا اخر حدا بيطلع الطيارة، يعني اخر ركاب رح يطلعوا على الطيارة. نحن الساعة 3 ان شاء الله رح نكون بالمطار. طيب ابعت لي واحد من دومين اللي عندك، خلي ياخذ البسبورات والشناتي والتكت تبع الطائرة، ويطلع لي الشباب على الطيارة. يلا اعطيني حمتك لشوف. مع السلامة. حلو قوي ابو القاسم. بس جعفر والناس اللي معاه دول مضمونين؟ اكيد. ما ترك الهم، لانه هدول من الشباب اللي بيشتغلوا معي هون ببغداد. استاذ نجي بعد اذنك في كلمتين هيك حاب احكيهن انا وانت. قوي. تفضل. صحة وعافية يا شباب. حبيب. أنا آسف أبو القاسم، كركبنا الدنيا وعملنا لكم قلق، معلش. ولا يهمك يا أستاذ ناجي، أنت أخ عزيز وغالي. بس في نقطتين حاب احكي معك فيهم لو سمحت. ايه في؟ قلقتني. انا عرفان شو في بهي الشنط، وبعرف القصه من اولها لاخرها. ابو حسين حكى لي. ما هو انت ابو حسين ايه؟ ما هو واحد. هي الشناتي لحتى تمرق من الجهاز، سواء هون بمطار بغداد او بمطار القاهره، المفروض ترش بماده معينه لحتى الجهاز ما يكشفها. والماده دي نجيبها منين؟ موجوده. ولا بالسبري خصوصي لهي المسألة. يا عين عليك، يا عين عليك أبو القاسم. في نقطة تانية، الشباب اللي حيساعدونا مطار بغداد واللي ساعدونا طول الطريق، المفروض يعني نرضيهم بشي، ما هيك؟ أوي نرضيهم آخر مرضية. هندفع لدول ولا لدول؟ يعني شوية لدول وشوية لدول. ماشي تطور أبو القاسم. Yes, I'm in Baghdad now. I left Damascus. I'll be leaving to Cairo at exactly 5 o'clock. Okay, bye-bye. إيه؟ بتكلمي مين؟ مكتب United Nations. عايزين إيه منك؟ أبداً، شوية ورق لازم أروح أخده منهم. عموماً المكتب جنب المطار على طول. عفواً أستاذتنا، بتحبي إبعت حدا من الشباب معك يوصلك؟ تبعت مين؟ ده أنا توهك في بغداد. وبعدين أنا جيت هنا 15 مرة مع United Nations قبل كده. أنا هروح أجيب الورق وبعدين أطلع أستناك في المطار. خدوا بالك من نفسك. ما تخافش عليا، أنا عارفة الطريق كويس. خدوا بالكم بس أنتوا من نفسكم. كويس إنها نزلت، أصلها ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع. كنت ناوي أقول لها في مصر. أفضل. هيك أفضل. تفضل. يلا هاتوا الشنط هنا وافتحوها شنطه شنطه. بدنا نبخ الشنط يا شباب، من برا ومن جوا والسبراي. يلا اعملكوا يمه. Thank you.
انا بقول لك يا كبير، الفلوس دي مش هتقل قيمتها ليه؟ عشان مرشوش دواخل. مرشوش ايه؟ دواخل. دواخل ده شيء دواخل. Thank you.
اطلع بينا على المستشفى بالاسف. لا يا باشا مفيش داعي، ده جرح سطحي. انت مش قلت لنا يا باشا مفيش قتل؟ هما اللي حطونا في الموقف ده، ما كانش فيه حل غير كده، يا اما احنا نموت يا اما